اهلا بيكم، معكم مصطفى طارق 22 سنه فريلانس 3D ارتست من ام سكوير ستوديو. مبسوط وانا بنشر اول فيديو توتوريال ليا اونلاين، وده عشان بيجيلي اسئله كتير جدا: ازاي دخلت في المجال دوت، بتعمل الشغل ده ازاي، انا حابه وعايز اشتغل نفس الشغل، ابتدي منين، استخدم برنامج ايه. اسئله كتير جدا الناس بتسال عنها وبتستفسرها، هنجاوب عليها كلها ونحللها كلها. بس خلينا الاول نخش Introduction to CGI World. قبل ما نتكلم في اي حاجه كده، عايزين نعرف هو يعني ايه اصلا CGI. CGI هي اختصار لكمبيوتر جنريتد ايمجري، ودي حاجه بتستخدم في مجالات او كاتيجوريز كتير جدا، منها ال 3D انيميشن، كل بقى افلام الانيميشن اللي نعرفها من بيكسر، من الانيميشن ارت وغيرها من الشركات، فيجوال افكتس، المؤثرات البصريه، ودي دايما هتلاقي بيترمز لها ب VFX. ArcVis، الأركتكتشر فيجواليزيشن، الإظهار المعماري سواء للإنتيريور أو للإكستيريور، وده مجال منتشر بشكل كبير قوي في مصر. الفيديو جيمز سواء كانت أبليكيشن على الموبايل، لعبة على الكمبيوتر أو على البلايستيشن وغيرها. 3D Printing، وده مجال جديد بيتطور بشكل سريع جدا، وفي البروسيس العكس اللي هي 3D Scanning، بتستخدم برضو ممكن نستخدمها في توتوريالز قدام هنتكلم عنها. VR، Virtual Reality، وأخيراً Still Images، صور ثابتة، وده بيستخدم في حاجات كتير منها Advertising، Media Campaigns، Backgrounds، Wallpapers، وده اللي بنشتغل عليه بشكل أساسي في صورنا زي ما انتم شايفين. كاتيجوريز كتير جداً ومش حلومك لو تلخبط، هتقعد تسأل أنهي أحسن لي وأنهي أبتدي بيه، طب أنا عاجبني كلهم أبتدي بإيه، وده هيوجهنا لسؤالين مهمين جداً: Where should I start؟ Which software I should be using؟ ابتدي منين وانهي software وابليكيشن المفروض استخدمه؟ نبتدي باول سؤال وهو ابتدي منين، وده زي ما شفنا في باثس كتير جدا الواحد يمشي فيها. الحاجة الحلوة ان كل دول بيشتركوا او بيجمعهم حاجة واحدة بس، Basic 3D Knowledge، معرفة اساسيات 3D، ودي لو عندك هتعرف بشكل كبير جدا تتكيف في اي مجال انت حابه وعايزه او تتكيف فيهم كلهم. غير ان انت لو اتعلمت او اشتغلت على حاجة واحدة بس، دايما ينفع تتنقل او تستخدم في التانية. يعني لو انت مثلا عملت العربية دي، ممكن تستخدم في wallpaper او اعلان كستيل ايمج، ممكن تبقى في فيلم 3D animation، ممكن تخرجها لاي محرك العاب ويتلعب بيها في اي جيم، ممكن تطبع ك3D، ممكن تستخدم في فيلم سينمائي ويضاف عليها الفيجوال افكتس وحاجات تانية كتير. طب ايه هي البيزكس في 3D؟ البيزك بتلخص في 3 حاجات. اولها موديلينج، وده اللي هو ممكن نقول عليه النحت، تحريك سيجمنتس وفيرتيسيز لأي شكل هندسي لحد ما يوصل للشيب اللي انت عايزه. التكتشرينج، إضافة التكتشرز أو الخامات للمجسم اللي انت نحته أو شكلته أين كان إيه هو، عشان تظهر بشكل واقعي في الآخر. اللايتنج، وأخيرا الإضاءة، وعشان تنور المجسم أو المشهد اللي انت عامله ويظهر بشكل كويس جدا في الآخر. طبعا في غيرهم من سكتشنج وريجنج وبوست برودكشن، تتعرف عليهم وتتعلمهم لما تجد ادفانسد اكتر في شغلك، بس احنا هنا بنتكلم في البيزكس اللي بتشكل 90% من اي سي جي ورك، وده بيجاوب لنا على اول سؤال: ابتدي منين انك تتعرف على اساسيات ال 3D. نيجي بقى لتاني سؤال والاهم: استخدم برنامج ايه؟ السؤال ده دايما هتكون اجابته مختلفة ما بين كل شخص والتاني، ودايما مش هتلاقي اجابة ثابتة تريحك نظرا لكتر عدد الاختيارات اللي بتتحط فيها من سوفت ويرز او ابلكيشنز. ملحوظه بس، في برامج ثانيه غير دول بيستخدموا في حاجات مختلفه، بس انا هنا بتكلم على 3D كرييتورز او البرامج الالفا في ايشو، نقدر نصنفهم برامج درجه اولى، فدول اللي هنتكلم عليهم النهارده. طيب انهي برنامج من دول احسن لي اشتغل بيه؟ ناس بتبقى شايفه انك تستخدم السوفت ويرز اللي الشركات والاستوديوز الكبيره بتستخدمه، في الحقيقه الكلام ده مش صح ومش ثابت، لان كل استوديو بيستخدم برامج مختلفه كتير جدا، مش برنامج واحد بس محدد. غير ان في بعض الاستوديوهات زي بيكسر ودريم ووركس وايمج انجن وغيرهم بيستخدموا برامج هم نفسهم عاملينها ومطورينها لانتاجهم الخاص ومش موجوده للناس عامه. بس الحاجه الحلوه اللي هنا ان لو استوديو عجبه شغلك
مش هتهمه خالص انت بتستخدم ايه. موهبتك هي اللي عندها الفرصة، مش السوفت ويرز اللي انت بتستخدمه. السكيلز والحس الفني والابداع دي اهم حاجة تكون عندك، ولما تتعين عند اي شركة من دول هم هيهتموا يعلموك ويدوك كورسز لازمة لفهم البرامج بتاعتهم. ديزاينرز كتير جدا كانوا طول حياتهم بيبنوا البورتفوليو بتاعهم ببرامج معينة او برامج هم حابينها، ولما بيجي لهم اوفر من استوديوهات كبيرة اغلب الاوقات بتكون بتستخدم بلاتفورمز او برودكشن بايبلاينز مختلفة عن اللي هم بيستخدموها. والدليل على الكلام دوت ان بيكسر مثلا بتستخدم برامج مختلفة او برامج بتاعتها هي اساسا مش موجودة للناس عامة. طب لما بيجيبوا ناس جديدة او ديزاينرز بيجيبوهم على اساس ايه؟ طب برضه عشان ما تبقاش تايه، ايه هي معايير او اولويات اللي اختار بيها البرنامج المناسب ليا؟ رقم واحد السعر، انه ما يكونش غالي. كل برنامج طبعا بيبقى ليه سعر او باكجز باسعار مختلفة، سواء انت كنت طالب ولا استوديو او شركة كبيرة جدا، وبيختلف السعر على الاساس ده. بس كتير جدا ممكن تستغرب الكلام دوت وتقعد تقول لي طب هو اساسا برامج عندنا كلها بكراكس وباتشز، انت ليه حاطط دي من الاولويات؟ عشان دي حاجة ethical، وانت قدام نفسك لما تطور هتحس ان انت لازم او عايز تشتري البرنامج. غير ان في جهات شبه الاستوديوهات والشركات الكبيرة وجامعات لو كنت طالب بتفرض عليك ده. تاني حاجة انه يكون عملي وسريع، وده بالنسبة لرأيك انت الشخصي، عشان في الاول وفي الاخر هو التول بتاعتك انت، ممكن ترتاح في استخدامها غيرك لا. تالت حاجة انه يكون سهل انك تتعلمه، الواجهة بتاعته تكون بسيطة وادواته مبسطة وسريعة. رابع حاجة المجتمع والبيئة بتاعه، تقريبا دي من اهم الاولويات. كل ما يكون البرنامج منتشر بشكل اكبر ومستخدم من عدد ناس اكتر، كل ما هتلاقي دروس اكتر، حلول للمشاكل اللي ممكن تواجهها، بلجنز واكستنشنز اللي هي البرامج اللي بتضاف عليه، غير ان هو ممكن هيبقى مطلوب بشكل اكبر طبعا في سوق العمل. خامس حاجة انت حابب تشتغل في ايه اكتر، او عايز تديزاين ايه، كاركتر ديزاينز او اي شكل منحوت، ففي الحالة دي هتفكر في زي برش. حابب اركتكتشر انتيرير واكستيرير ديزاين هارد سيرفيس موديلنج، فهتفكر في 3D Max. لو مشهد ملخبط وفي ديتيلز كتير او هتعمل كاركتر او كورز انيميشن، ففي الحالة ديت يفضل مايا. او لو انت حابب الفيجوال افكتس والليكويد سيميوليشنز والديناميكس، ساعتها هتفكر في هوديني وافتر افكت. طيب بعد دراسة الاولويات والمعايير ديت، انا شايف ان انسب برنامج تبتدي تشتغل بيه هو بلندر و3D Max، وده لان تقريبا دول اكتر اتنين بيحققوا كل المعايير اللي شفناها. فبلندر هو البرنامج الوحيد اللي ببلاش تماما، غير انه بدا في الفترة الاخيرة يغزو سوق العمل في العالم كله، وشركات كبيرة جدا بدأت تعتبره برودكشن سوفتوير أساسي وتدعم في تطويره زي يوبي سوفت، وشركات تانية بدأت تتبرع له بمبالغ ضخمة زي إيبيك جيمز اللي اتبرعت له ب1.2 مليون دولار السنة دي. تاني نقطة اتكلمنا فيها انه يكون عملي، ودي فيها عيب وميزة. الميزة انه تقريبا بيغطي اي مجال انت ممكن تشتغل فيه وبشكل كويس جدا، ومن غير اي تدخل لاي بلاجنز او ادونز ممكن تضاف للسوفت وير. فمثلا عايز ريندرينج فوتورياليستيك ايمجز موجود، نحت وكاركتر ديزاين موجود، تبني خلفيات وبيئات واقعيه واركتكتشر وفيجوال افكتس من فلويد سيميوليشن ونار ودخان وديناميكس موجود، كاميرا تراكنج موجود، كومبوزيتنج موجود. تالت نقطه بقى سهل انك تتعلمه الصراحه لا، مش بحس الواجهة بتاعته بسيطة او التولز بتاعته متنظمة، طريقة استخدامه والمصطلحات اللي فيه مختلفة عن اي برنامج تاني، حس ان انا تايه فيه اول ما بخش. واظن ده تقريبا بسبب ان بلندر اتطور من مطورين متطوعين من حوالين العالم كله، مش شركة واحدة بس، هو عبارة عن open source community كبيرة جدا. بس الفكرة هو عشان غريب واسلوبه جديد هتحس انه صعب، لكن مع الوقت هتحسه اسهل من البرامج تانية بشكل كبير. واخيرا الكوميونتي بتاعته، بناء على الستاتستكس بتاعت السيرش انجنز من جوجل، بلندر هو المسيطر والمهيمن. من دروس على اليوتيوب، اوبن سورس كوميونيتي فيها اكتف سب ريدت بلوجز اللي تقدر فيها تقول رايك في البرنامج، تنتقد حاجه فيه، او تقترح حاجه تزيد في البرنامج في الفيرجن اللي جاي، غير طبعا ارتست فورم. اما بالنسبه ل 3 دي اس ماكس من شركه اوتوديسك، على الرغم من ان سعره غالي جدا، فهو بيوفر على الاقل سنتين فري لايسنس للاغراض التعليميه. تاني حاجه الفانكشناليتي، انه يكون عملي، ليه عيوب ومميزات برضو زي بلندر. المميزات انه برنامج رائد جدا وقوي في الحاجه اللي بيعملها، واهمها هي الموديلنج، تحسه الاب الروحي لكل البرامج التانية، فلما بيعمل حاجة بيعملها بشكل قوي جدا. فالماكس مش بينفرد كل التخصصات والفروع زي بلندر، وفي اغلب الاوقات بتحتاج تركب عليه برامج اصغر اللي هي البلاجنز او السكريبتس عشان يديك اداء احسن واسرع واسهل في الاستخدام. واللي مخلي البرامج والادوات المساعدة للسوديس ماكس كتيرة جدا ومتوفرة دايما، هو ان الماكس بيوفر لغات برمجة سهلة اللي هي الماكس سكريبت. ناس كتير بتقدر تكريت منها التولز اللي هي عايزاها وتضيف للبرنامج حاجة زيادة او تعدل حاجة فيه. عيوبه بقى أداؤه نفسه مع الجهاز اللي شغال عليه أو مع الشخص اللي بيستخدمه، وحش جدا 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 جدا، بيعلق وبيقفل وبيفصل وبيمسح الفايلات بدون أي أسباب. تالت نقطة بقى سهولة التعلم، فهو أسهل من بلندر بكتير إنك تتعلمه. أدوات الماكس منظمة والواجهة بتاعته بسيطة ومش ملخبطة وكل حاجة في مكانها،
والانترفيس بتاعته سهلة ويوزر فريندلي جدا ومعروفة بنسبة كبيرة للناس. في الحقيقة بنحس ان البرنامج بيتطور اصلا من 2014 او قبل كده كمان. فيتشرز ضعيفة جدا او غير مفيدة بس هي اللي بتضاف. تحس ان اوتوديسك عايشين في عالم تاني لوحدهم، مش مواكبين لاي تطور او اي فيتشرز جديدة بتنزل لاي برنامج منافس ليهم. بس زي ما قلت الماكس بيعتبر اب روحي لكل البرامج، هو مش مواكب لعصر او مش بيطور من نفسه بشكل سريع زي البرامج التانية، ودايما هتلاحظ ده من انتقادات ناس ومصممين كبار على البرنامج. تلخيص سريع للمقارنة ديت من رأيي أنا الشخصي، من حيث السعر فطبعا أفضلية هتكون لبلندر، التوظيف والأداء، وده تقريبا كل واحد بيتميز بحاجة فيها وبيعيبه حاجة زي ما قلنا. بلندر بيغطي فروع كتير وخفيف كسوفتوير، لكن مش بحب الفاينل كواليتي بتاعته. طبعا دي بتعتمد على المصمم اللي شغال، بس مش بحسها بجودة 3ds Max، وده يمكن يكون سببه اختلاف الكوميونيتي والكلاينت اكسبيرينس بتاعت كل برنامج. حيث ان بلندر عشان ببلاش فبيستخدم من السمول ستارت ابس والفريلانسرز وهواة المجال، لكن 3ds Max تستخدمه حاليا اكبر الاستوديوهات والشركات في العالم، وده طبعا بيتغير مع تطور وشهرة بلندر. اما من جانب 3ds Max هو قوي وبيتميز بالكواليتي اللي بتطلع وسهولة لغة برمجته وكتر عدد البرامج المساعدة ليه، وعيوبه زي ما قلنا انه برنامج سيء وتقيل جدا في أداؤه مع المستخدم. يعني نقدر نقول هنا ان الاتنين متساويين في التقييم. سهولة التعلم فدي انا هفضل 3ds Max. الكوميونيتي نقدر نقول برضو التقييم متساوي، فكل واحد فيهم بيوفر ميزة مختلفة عن التاني. اما لو هتسألني ارشح لك ايه فيهم، انا صراحة ابتديت بال 3ds Max. اشمعنى؟ تقريبا كان هو البرنامج المشهور في الكوميونيتي بتاعتي، ما كنتش مركز على برنامج تاني وكان هو اللي ابتديت بيه. ابتديت تقريبا وانا كان عندي 10 سنين، عارف كان سنة صغير، كان من خلال ممارسة اونلاين، توتوريالز مختلفة، كنت بشوف صورة اونلاين بحاول اقلدها، كانت كلها عبارة عن حاجات عشوائية مش حاجة معينة، او بحاول اي حاجة تيجي في دماغي بحاول انفذها 3D او 2D ايا كان البرنامج اللي انا كنت شغال عليه. حتى لو كنت بشوف صورة اونلاين كانت بتعجبني، مش من الغلط ان انت تاخدها وتكررها، مش من الغلط انك تاخد صورة وتشفها، الموضوع ده كله شيء طبيعي، ده اللي انا اتعلمت منه. الموضوع فكرة بس ممارسة، ضغط على النفس، صبر كتير. احنا هنا من خلال الفيديوز اللي هنعملها على الشانل بتاعتنا هتتقسم لكاتيجوريز مختلفة. اول حاجة هتبقى المين توتوريالز، سب توتوريالز، بريك داونز، ميكنج اوف. المين توتوريالز هتتكلم، هتبقى زي الفيديو دوت، عباره عن تيبس وتريكس، مش هتاخد برنامج معين بعينه، عشان احنا بنهدف لكل الناس، مش عايز امسك فئه معينه، مثلا مش عايز امسك فئه معماريه، او فئه المعماريه برضو بتتقسم لحاجات جوه زي ما شفنا في الفيديو، كان في الانتيريور في الاكستيريور الاظهار وهكذا. لا، انا عايز ابقى بهدف لاي حد، مجرد حتى لو عنده شغف للبرنامج معين ان كان ايه. هيبقى المين توتوريالز بتكلم عن تيبس تريكس هنتس مختلفه، بنجمع بوينتس ممكن ما تلاقيهاش في كورسات اساسا، ممكن صعب حد يقولها لك. السب توتوريالز دي هتبقى عباره عن تايم لابس. تايم لابس يعني فيديو سريع جدا واحنا شغالين، فيديو مش هتزيد مدته عن 3 دقائق، بقى سريع كده بيشرح الصوره دي اتعملت ازاي لير لير. بعد كده هيبقى فيه البريك داونز، دي مش تبقى فيديوهات كتير، ممكن ننزل واحد كل شهر او اكتر. دي هيبقى مثلا هنجيب فيديو معين لفيلم، الاستوديو ضغط، برودكشن بايب لاين، طبعا سمعت الكلمه دي كتير جدا في الفيديو، اللي هو خط انتاج، سواء بقى كان تريلر كان فيديو كان فيلم وغيره، ازاي اتعمل، ازاي الشركه اللي بتفكر، ازاي بينفذوا الحاجات دي، ازاي بيوزعوا الشغل والكلام ده كله، الافلام اللي بنشوفها في السينما ازاي بتتنفذ. ده هتبقى الكاتيجوري الثالثه اللي هي البريك داونز. الكاتيجوري الرابعه هتبقى ميكنج اوف فيديوز. تقريبا انتوا عندكم فكره عن الموضوع دوت، كانت عباره عن الفيديوز اللي بتنزل مع البروجكتس اللي كنا بنعملها، ازاي بننفذها من اول ما بنرسم السكتشات لحد الفاينل ايمج اللي هي بعد الريندر والبوست برودكشن والريتو. في الاخر شكرا لكم كلكم، لو حد عنده اي استفسار او عايز يسال عن حاجه معينه نضيفها في الفيديو الجاي يبعت لنا دايركت مسج. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، واستنونا في الفيديو الجاي. شكرا.